في اللحظة الحاسمة بين تصاعد الأزمة وانقطاع الحلول، ماذا يقول الرئيس حسين الحسيني؟ وكيف ينظر إلى القوانين الانتخابية المطروحة؟ ما هي الوسائل المتاحة للوصول إلى مخرج للأزمة القائمة؟ ماذا ينتظرنا بعد 15 من أيار؟ وفي ظل اللاءات، هل يعود الستين رغم كل شيء؟ جورج صليبي يستضيف دولة رئيس حسين الحسيني ضمن الأسبوع في ساعة، الأحد 9:30 مساء على الجديد.